السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد بنشرح فيه مهارة جديدة من مهارات علم الأحياء، وخصوصا في العملي. العملي احنا بنعمل ايه؟ ممكن محتاجين نعد خلايا، خلايا بكتيرية، خلايا طحالب، ايا كان اللي بتوع علم الحيوان بيعدوا، خلايا الدم الحمراء او البيض الى اخر هذه الامور. ده بنستخدم له شريحة من ضمن الادوات، يعني شريحة اسمها شريحة الهيمو سيتوميتر. بتبقى الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، وهنشوف شكل اهو. بتبقى دي العلبة بتاعتها، بتيجي من زجاج مخصوص، بيكون ليها تركيب معين، بيكون معاها شريحتين كفرين غطائين من الزجاج، ولازم الاثنين هم دول اللي استخدموا، مش الكفر العادي. بيبقى عليه بيانات معينة هنا بنستخدمها في الحسابات زي كده. ادي الشريحه بالمنظر ده، بيكون في جزء هنا اهو هنركز عليه، الجزء اللي هنا والجزء اللي تحت ده هنشوفه دلوقتي، وفي ارقام هنا هنعرف نستخدمها. لما نيجي نروح للتفصيل شويه هنلاقي فيها تو جروفز هنا، شقين بالطول يمين واثنين يسار، وفيها وفي واحده في النص، وفي حجرتين او مكانين مرتفعين شويه. لو بصينا هنا من الجنب بالشكل ده كده اهو، هنلاقي ادي الشق اللي انا بقول عليه، ادي واحد والتاني اللي هو ده وده 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 اللي هما اليمين، ادي الاثنين دول. طب والمكان ده اللي هو المرتفع اللي هو الضلع ده اهو. الشريحه الكفر بقى لما بنيجي نحطه هنا بيبقى راكز ومستند على ده، على الريدج، الجزء المرتفع ده وده، عشان ما يلمس المكان ده. ليه؟ عشان هيبقى فيه هنا سائل اللي هيبقى فيه الخلايا، المحلول بتاعنا اللي فيه الخلايا اللي احنا عايزين نعدها. العمق ده اللي هو بيسمى الدبث، او العمق بتاع المكان ده اللي هو 0.1 ملم. هنحتاج الرقم ده، هنحتاجه في الحسبه اللي جايه دي. يبقى الشريحه بيكون فيها ايه؟ لو هنيجي نبص هنلاقي ان هم كام مربع؟ مربع واحد كبير اهو. الشريحه اللي هو الجزء ده، الجزء الغامق ده عباره عن دي. لما اجي ابص عليها متقسم لتسع مربعات كبار. طيب وكل مربع من التسعه دول ابعاده ايه؟ 1 ملي في 1 ملي. طب والمربع ده متقسم لكام مربع؟ 16 زر اهم. طيب وكل واحد من الزرق دول اللي هو البرتقالي ده، يعني لو انتوا بلون مختلف اللي هو البرتقالي ده ابعاده ايه؟ 2 من 10 في 2 من 10. طب والبرتقالي اللي هو ده متقسم تاني ل 16 واحد تانيين جوه اهم، وانا اصغر واحد فيهم اللي هو الصغير ده اللي هو الاصفر اللي هو 5 من 100 في 5 من 100. يبقى دي التقسيمه بتاعتنا. طب نبص كده، اهو انا خدت واحد، دول تسع مربعات، انا خدت المربع اللي في النص ده عشان اكبره اكتر شويه، اهو الكبير ده ابعاده واحد في واحد. طب وال 16 واحد اللي هو متقسم لهم الواحد فيهم 2 من 10 في 2 من 10. طب والصغير قوي ده 500 في 500. طيب بيبقى عباره عن تسع مربعات، المربع الواحد اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي المساحه بتاعته بتبقى واحد اهي الضلع الطول في العرض، ما هو مربع هيديني مليمتر تربيع. طب والعمق بتاعه اللي احنا قلنا عليه اللي هو الجزء ده بقى اللي هو ده اهو اللي هنا ده اللي احنا اتكلمنا عليه، قلنا لنا واحد من عشره قلنا هنحتاجه دلوقتي، عشان كده قلنا ايه؟ ادي المساحه وادي اللي هو ده الدبث، عشان اجيب الفوليوم او الحجم بضرب الاثنين في بعض فبيديني، بضرب واحد في واحد الطول في العرض اللي هي الحسبه بتاعت اللي فوق في الارتفاع اللي هي واحد من عشره، بيديني واحد من 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 10 مليمتر تكعيب. طب انا مش عايزه بقى المساحه، ده انا عايز احوله بقى الفوليوم لمليمتر، هتبقى بالرقم ده اللي هو واحد من ايه؟ من 10,000، يعني 10 اس ناقص 4، عشان كده عرفنا الرقم ده جه منين بالشكل ده كده. طب نشوف الشريحه اللي بعدها بقى، لما هنيجي نعد بنعمل ايه؟ بصوا معايا كده، اولا لما بنيجي نختار ده حسب كل معمل، يعني في حاجتين، الشريحه البيانات اللي عليها بتختلف من الشريحه الاخرى عشان الحسابات. نمرة اثنين عدد المربعات، في ناس تقول لك عد المربعات دول بس، يعني نبدأ المربع الأركان واحد اثنين ثلاثة أربعة، عامل زي زجزاج ماشي كده 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 خلاص، وحتى العد في الداخل هنشوف دلوقتي. طيب في واحد يقول لك لا هناخده مثلا ثلاثة هنا أربعة، هناخد اللي في النص معاهم خمسة، دي بتختلف من معمل إلى معمل، لكن طريقة العد هي اللي تهمنا. أهو الخلايا بتكون بالشكل ده كده، بيبقى في اتفاق من الاول، يعني في قاعده في كل معمل. لو انتم شايفين هتلاقي كل مربع من اللي احنا اخترناهم في ضلعين خضر وضلعين حمر، بيبقى في اتفاق من الاول عشان ما يبقاش فيه نوع من انواع البايس او التحيز، بيبقى في اتفاق كده خلاص. دلوقتي في اربع اضلاع، فاحنا بنختار مش مره هنعد الاربع اضلاع او نسيب الاربع اضلاع، فعشان نكون فير ومنصفين بنقول والله الضلع اليمين والضلع اللي جنبه ده الاثنين دول اي حاجه عليهم مش هنعدها، وهنعد اللي هنا او العكس ملهاش مهم، بس المهم من الاربع اضلاع بناخد ضلعين بس، يعني اللي هتقع على الخط ده مش محسوبه. طب لما بنيجي نعد هنا جوه المربع ده بنمشي بالشكل ده كده اهو اهو في شكل زجزاج بالمنظر ده كده، يبقى هنتهي
تحت اول خليه من فوق، يبقى انا بدات من هنا اخد كده يمشي يمين انزل اروح يسار انزل اروح يمين انزل اروح يسار، خلصت ده اخد اسجل اروح المربع اللي بعده وهكذا. اهو في مواقع الحقيقه بتعمل ده الكلام ده بقى بصوره اليه، في تطبيقين الحقيقه زي ما احنا شايفين، في تطبيق بيعمل لي الحسبه دي في الابل ستور او الجوجل بلاي زي ما هنشوف دلوقتي، هنا بيسهل لي الامور شويه، ده كالكوليتور عداد بيعمل لي الحسبه بدل ما اعمل انا الكالكوليشن عشان ما غلطش. فاللي بيحصل ايه؟ بحط هنا عدد الخلايا الحيه، عدد الخلايا الميته، الى اخر هذه الامور، بحط عدد المربعات، بشوف الانيشال فوليوم الملي الاساسي اللي انا استخدمته بالشكل ده، وبحط دايلوشن يعني ايه؟ يعني انا خدت الملي ده استخدمته على طول ولا خففته؟ ودي ليها حسبه ثانيه لوحدها وهكذا. اهو العداد بالشكل ده كده، ده التطبيق بتاع الابل ستور زي ما احنا شايفين، العداد بتاعنا بيديني اللون الاخضر، هنا بعد عدد الخلايا الحيه، هنا عدد الخلايا اللي ماتت، وده هنشوفه ازاي دلوقتي. ادي الجوجل بلاي ده التطبيق الثاني بالشكل ده كده. في مواقع اساسا بتحسب الحسبه دي كلها بالشكل ده زي ما احنا شايفين على اليمين، بيديني ده بقى معمل افتراضي، ده معمل افتراضي يعني بيديني الميكروسكوب واقدر اشوفه بايلوكولر كاني انا باصص في الميكروسكوب وبعد بنفسي خلاص، وبختار هنا من المكان ده بختار الـ وده هنطبقه حالا دلوقتي، بنجي مطبقين مع بعض بنشوف هنا القوه اللي انا عايزها قد ايه، 10 اكس ولا 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 الى اخره، وهنا بحدد الملي الفوليوم اللي انا استخدمته في الاول خلاص، عدد المربعات هستخدم 4 مربعات ولا 5، وابتدي احط الاعداد بتاعتي هنا، بحط هنا الاعداد الخلايا الحيه في المربع الاولاني والميته قد ايه، الحيه قد ايه، وفي المربع الثاني، واخلص لغايه الاخر. الاقي هو بيحسبها لي بقى، بيقول لي مجموع الخلايا كله قد كده، سيلف فيابيلتي اقسم لي الخلايا الحيه على المجموع كله بالكامل فيديني النسبه بتاعتهم كده. عايز الكونسنتريشن بيقول لي الافريج اللي هو المتوسط بيطلعه لي، بيحسب لي بقى اللي النسبه اللي احنا عايزينها قد ايه خلايا حيه في كل ملي من العينه بتاعتي. طب في الملي اللي انا حطيته انا حطيت قد كده، طب وفي السامبل اللي هي العينه كلها بقى اللي معايا فيها قد ايه بنحسبها، طب انا عايز كميه قد ايه من ده، كل ده بيتحسب من خلال هذا الموقع. اهو شكله بالشكل ده كده، والموقع بتاعنا هنا اهو بيديني الحسبه بتاعتي بالشكل ده كده. اهو انا مكبر الخليه شويه، طب ده الموقع بتاعه محطوط وهيبقى موجود تحت الفيديو اللي عايز يستخدمه. اهو بالشكل ده انا حطيتهم الاثنين جنب بعض، بنبتدي نختار قوه العدسه، بنختار الحجم بتاعنا، بنحط عدد الخلايا في الجدول، بيبتدي هو يحسب لي الحسبه، بيحسب لي هو الحسبه بتاعتي كلها بالكامل. طيب طريقه استخدام بقى الشريحه نفسها، العينه عندنا بالشكل ده كده، لو انا هستخدم منها على طول بدون تخفيف فباخد بالمصه او بالبايبيت بتاعتي، بتكون مايكرو بايبيت دقيقه جدا للغايه، باخد ما يعادل قيمة صغيرة جدا هنشوفها دلوقتي بالحسبة، ونحطها منين؟ من الفتحة الصغيرة اللي هنا، هي هتخش بالخاصة الشعرية لوحدها، ونفس الشيء بالنفس من ناحية تانية ده هنشوفه في الفيديو، وبعدين بنحط الشريحة تحت المجهر وبنختار. أيوه أهي كده، يبقى الغرفتين المفروض يمتلأوا بتبان بالشكل ده. أدي التسع مربعات اللي إحنا قلنا عليهم، أدي مربع، أدي اتنين، أدي تلاتة، وهكذا، تسع مربعات. التسع مربعات دول أهو برقمهم لي من 1 لـ9. بالشكل ده كده. طيب واعطيني ايه؟ اهو الحسبه اللي احنا حسبناها لكم اللي هو ايه؟ 10 اس ناقص 4 مللي، خلاص؟ دي حسبناها احنا اللي هو الواحد لوحده، دي احنا لسه حاسبينها في بدايه الفيديو. طب نشوف مع بعض بقى هنتعد ايوه عشان ما ننساش العد. تمام، طيب خلاص عدينا، احنا بنكون خدنا الاربع مربعات اللي كده والواحد ممكن اللي في النص، يعني خدنا 5 مربعات أو 4، احنا قلنا ده بالتحديد. اهو بالشكل ده كده. هنبتدي ناخد مربع مربع ماشيين بالشكل ده كده، وبعدين ناخد اللي وراء وهكذا ماشيين، بنعد عدد الخلايا الشفافه اللي هي الحيه، عديناهم بالشكل ده كده. اهو اللي هو بتاع المربع الاولاني. طبعا ده هنا بتاع المربع اللي احنا شغالين فيه، ده المجموع في الاخر. طيب لقينا 8 خلايا اهم بالشكل ده كده. 1 2 3 4 5 6 7 8، سجلناهم. المفروض بقى بنعد الخلايا غير الحيه، هنشوفها مع بعض. خلاص؟ اذا كان في خلايا غير الحيه اللي واخده اللون الازرق هنشوفها كام خليه دلوقتي؟ اهي واحدة واتسجلت عندي هنا هو تحت. خلصت المربع ده. هنا هناخد بالنا بس من حاجتين، ساعات بيكون في دي خلية حية دي خلية غير حية، دي الشفافة او البيضة ودي الزرق، دي عبارة عن impurities او بيبقى شوائب موجودة، اما الشريحة ما اتنضفتش كويس او الكفر بتاعها ما اتنضفش كويس خلاص. ودي طبعا لو احنا نضفنا الحاجة بتاعتنا كويس هتبقى مش موجودة في الشريحة او في العد بتاعنا، مش هيبقى في اي لخبطة يعني. اللي احنا طب هناخد بالنا بقى ان في كام ضلع، في ضلع ايوه خدنا المربع الاولاني، هنروح ناخد المربع الثاني، واللي هنطبقه في مربع بنطبقه في باقي المربعات، بنكمل عد.
خلاص. هنا طبعا هنا ده التوتال بيتضاف على اللي قبله بالشكل ده، خدنا مربع، بص ماشيين ازاي، خدنا ده وبعدين ده وبعدين ده. العد شغال، وبعدين بنروح بننتقل بعد ما هتخلص هنروح لفين؟ للمربع رقم 4 عشان نشوف العد بتاعنا اللي هو في الكورنر الثاني. يبقى خدنا 5 4 مربعات في الكورنرز، في الزوايا، في الاركان. هنا ممكن في الفيديو ده هياخد كمان المربع الخامس اللي هنا في المكان ده بالشكل ده كده. كل مربع بيجي بيشتغل لوحده. نبتدي نعد الخلايا الحيه والخلايا غير الحيه، بيتجمع عندي التوتال بتاعنا. طبعا انا في الاعداد اللي ماسكه في ايدي ببقى بعد كده. طب وده بيبقى فين؟ بيبقى في التجميع في الاخر تحت، او بيبقى في عندي النوت بتاعتي او الكراسه بتبقى موجوده على يميني عشان بسجل فيها الاعداد عشان ما نتلخبطش. في اي لخبطه بنعيد العد من الاول تاني. يبقى انا كده خدت كام مربع؟ 5 مربعات، خدنا 5 مربعات، سجلنا المربعات بالشكل ده كده. هنا بيتكلم بقى ان في احيان بيبقى في خلايا فوق بعضها انا مش عارف عددهم كام، بيتم الاتفاق قبل العد من الاول، قبل ما نبص هنحسبهم باتنين. يعني اي مجموعه خلايا كده انا مش عارف اميزهم هنحسبهم باتنين. بنيجي نحسب بقى الحسبه بتاعتنا بالشكل ده كده، بنشوف العدد الكلي للخلايا كان قد كده، الخلايا الحيه، والعدد الكلي للخلايا غير الحيه اللي هي الميته كان قد كده. طب عايز احسب النسبه بتاعه الخلايا الحيه، يبقى بحسب النسبه بتاعه الخلايا، عدد الخلايا الحيه على كل عدد الخلايا اللي هم مين؟ الحيه وغير حيه، اللي هم 57 اللي هم 54 زائد 3، بضربهم في 100 بيديني النسبه المئويه بتاعتي اهي بالشكل ده كده 95% تقريبا، يعني لو احنا قربنا يعني خلاص. يبقى دي نسبه ايه؟ الحيويه 94.7 اهي، هو هنا ما قربهاش. طيب هنا عايز يطلع متوسط عدد الخلايا للمربع الواحد، احنا كنا كم مربع؟ 5. بنقسم عدد الكلي، انا عايز متوسط، ما انا كده كده عدد لكل مربع بس لازم اجيب متوسط، فبجيب 54 اللي هو العدد الكلي الخلايا الحيه على عدد المربعات، فبيطلع لي بالتقريب 10.8. طب عايز بعد كده، عايز لو في دايلوشن فاكتور اللي هو معامل التخفيف، انا العينه اللي في الاخر خالص كانت كام ملي؟ 200 ملي مثلا او 200 مايكرو ملي. طب وانا والفوليوم بتاع السيلز اللي انا كنت بادئ بيه 100، انا خففتها ال 100 خليتهم 200 صح، يبقى اتخففت كم مره؟ 2، ما هي ال 100 بقت 200 فتخففت مرتين. طب هنا بقى عايز التركيز اللي هو بيبقى عدد الخلايا الحيه للملي الواحد، فبقى جايب الافرج بتاع السكوير اللي انا لسه حاسبه اللي هو 10.8 في الدايلوشن فاكتور اللي هو 2، ف 10 اس كام اللي هي ايه؟ اللي هو 10 اس 4 مش ناقص 4، ها 4، فبتتحسب بالشكل ده كده، بيديني الرقم اللي هو عدد الخلايا للملي، هنشوفها في الحسبه بتاعتنا يعني. فطبعا هنا عمل حاجه اسمها نوتيشن، بدل ما يديها رقم كبير خلاها 2.16 فرفعها للاس 10 اس ايه؟ اس 5. خلاص كده؟ طيب يبقى دي الحسبه بتاعتنا كلها بالشكل ده كده. اهو اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ده الموقع اللي احنا قلنا عليه اللي هو هيموسيتومتر كاونتنج اوف سيلز، عد الخلايا وادي العداد بتاعنا هنا. هنا اقدر اشوف، هنا جايب لي شاشه بالشكل ده كده، لو انا عايز اشوف المنظر ده الباينوكلر كاني باصص في المجهر بضغط هنا فبيديني كان انا شايف هنا بالظبط كده، واقدر احرك يمين ويسار، اقدر احرك الشريحه بتاعتي اهو، الاضاءه بتاعتي اقدر اشوف الشريحه بتاعتي اهو بتحرك فيها كانه مجهر بالظبط، واقدر احرك هنا يمين ويسار اهو، طبعا هنا اتحرك معايا اهو بالشكل ده كده كاني بالميكروسكوب بالظبط، هنا بقى الاضاءه طفيتها هنا شغلتها الى اخره، يعني كاني بتعامل مع المجهر بالظبط. طب عايز اتحرك فوق وتحت اهو اهو، بجيب الشريحه يمين او اجيبها يسار بالشكل ده اهو. طب عايز اجيب مربع اهو، عايز اجيب اهو بالمنظر ده اهو بالشكل ده كده، يبقى عشان اقدر اجيب اشوف المربع اللي فوق وهكذا. اقدر اختار التكبير من هنا، لو انا عايزها 40 اكس يبقى انا كبرت شويه، يبقى اذا التكبير بتاعي بختاره من هنا خلاص، بختار الحجم بتاع الخليه بتاعتي من هنا، خدته 2 3 الى اخره، عايز 5 مربعات بيزود لي خانه، عايز 4 مربعات بيخليها لي زي ما هي، وابتدي ادخل الحسبه بتاعتي. يعني لو انا عملت هنا مثلا 10 هنا عملتها 1، ابص الحسبه بتتحسب كل ما ادخل رقم، مثلا هنا ما كانش فيه، هنا خلايا مثلا حيه، هنا كانوا 5 هنا كان 2 مثلا، هنا كان 11 هنا كان 1 مثلا اهو، فاعطاني المجموع واعطاني النسبه وحسب لي الحسبه كلها. طب انا عايز محتاج قد ايه من العينه دي؟ مثلا عايز محتاج 25 مثلا اهو، فبيحسب لي هاخد قد ايه اهو بالشكل ده كده. يبقى ده الفوليوم اوف ميديا نيدد، الحجم من الميديا، يبقى هنا بيديني الحسبه بالشكل ده كده. يبقى ده عباره عن موقع او موقع افتراضي اقدر استخدم بيه الهيموسيتومتر وانا قاعد في اونلاين او بنستخدمه ايه
اونلاين. طب في حاجه تانية؟ هنشوف حالا دلوقتي. اهو ده الموقع اللي احنا قلنا عليه اللي هو هيموسيتوماتر كالكوليتر، والرابط بتاعه كان هيبقى موجود. ادي التطبيق بتاع الابل، تطبيق الجوجل بلاي. هنا بيقول لي بيسالني عن الخلايا الحيه كان كام خليه اهو، وهنا بشوف الخلايا اللي كانت ميته كام واحد، عدد المربعات مثلا استخدمت 4 مربعات، الانيشال فوليوم بتاعي مثلا كان 10 مللي مثلا الى اخره، كان في دايليوشن فاكتور ولا ما فيش، اذا كنت عايز احسبه يعني اهو، لو كان في 2 مثلا ولا حاجه 2 مثلا يعني. طب هنا ده البيج سكويرز ان ذا كورنر اللي هو الكبير ولا الصغير خالص؟ لا انا كنت شغال على الكبير، حسب لي الحسبه بتاعتي اهي، الكثافه بتاعت الخلايا كانت قد ايه، الليف سيلز في النمبرز عدد الخلايا الحيه، الفيابيلتي النسبه بتاعت الفيابيلتي بالشكل ده كده. وده موقع اخر، وفي مواقع ثانيه اخرى كثيره، لكن هنكتفي بهذا القدر. الروابط هتكون موجوده تحت الفيديو ان شاء الله بمشيئه الله. ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي، بالتوفيق للجميع ان شاء الله. والى ان نلتقي في فيديو قادم، اترككم في رعايه الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.